نادي الاهلي هيلعب يوم السبت مع اللي هو بكره ان شاء الله مع نادي الانتاج الحربي يوم الاربع على طول، الاربع على طول هيلعب مع الداخليه، وبعد كده المباريات تتوالى تتوالى، فجاه هتلاقي الشهر خلص، فجاه هتلاقي شهر 3 جه، فجاه هتلاقي قربت جدا من البطوله الافريقيه ان شاء الله ان شاء الله، ومن بطوله الدوري العام خلال الفتره القادمه. عشان كده المسانده الجماهيريه، هتقولي ازاي نساند النادي الاهلي دلوقتي؟ سانده باي طريقه، سانده باي شيء، على السوشيال ميديا، في اي حته، دعم قرارات مجلسك، سانده باي شيء، باي شيء ساندوا النادي الاهلي خلال الفتره دي، لان هو ده الاساس، وحضراتكم دايما الاساس في كل شيء. فعشان كده هنتكلم النهارده عندنا ان شاء الله في الجزء الثاني من هذه الحلقه النجم الكبير كابتن عادل طعيمه، النجم الكبير الكابتن شريف عبد المنعم، النجم الكبير الكابتن اسامه حسني، هنتكلم عن النادي الاهلي وكيفيه أداؤه لمباراة غدا في ظل حالة الإجهاد، وهنتكلم على قائمة النادي الأهلي اللي هنقولها لحضراتكم مع بداية الجزء الثاني من هذه الحلقة.